احساسك النهارده بالايفنت؟ احكي لنا كده احساسك. انا مبسوط جدا الصراحه، ما كنتش متوقع النجاح الكبير ده، وانا كنت جاي قلت الموضوع هيبقى كويس وناجح بس مش بالدرجه دي يعني. انا مبسوط جدا. طب انت كنت متوقع اصلا الايفنت دوت وان حد يبعث لك دعوه؟ لا، هو انا كنت الاول بدات بحاجه بسيطه اللي هي انتخابات التيك توك، كانت فكره بسيطه كمسابقه كده، بس سرعان ما بقت ترند وحديث السوشيال ميديا. فلما جت لي الدعوه حسيت ان الموضوع لما يبقى يكون في تعاون وكل الناس تيجي هيبقى اليوم اجمد يعني. تمام، انت متوقع مين الفنان اللي هيجي النهارده مثلا في الايفنت؟ مش عارف الصراحه، بس انا كنت اسمع يعني ويا ريت تيجي الفنانه رنا رئيس. رنا رئيس؟ رنا رئيس بتحبها جدا. العمل اللي كانت فيه مع الفنان مكيد الكدواني في المسلسل موضوع عائلي كان جميل جدا الصراحه. تمام، لو في تيك توك انت حابب تعمله معايا هيكون ايه؟ انا بحب الحاجات اللي هي اللي بتكون فيها افكار، يعني تكون حاجه تمثيليه مش ترند او ميوزك الناس بتعمل عليه فيديوهات او كده، بس فحابب ان هو يكون حاجه كوميديه لايت يعني.